أيهما كان السبب في قضية الإلحاد المنتشر ما بين الشباب اليومين دول؟ الإيمان بالعقل ولا الإيمان بالوراثة؟ الإيمان بالوراثة سبب رئيسي في قضية الإلحاد، لأن الإيمان بالوراثة فيها عادات وتقاليد وعرف مخالف قديمة طبعا، مخالفة ليه؟ للإسلام. أو زي إيه؟ يعني زي ختان البنات مثلا، برضه ما هو ده عرف، ها؟ الإسلام نهى عنها، ده مثل. لكن الإسلام بالعقل يكون أفضل ويقينه أقوى، سواء مسيحية أو إسلامية أو يهودية هيكون أفضل. الإيمان بالوراثة أعتقد هو اللي كان موضوع، وإحنا صغيرين كان الواحد ساعات يفكر أنا اتخلقت ليه، ربنا جه منين، هنروح فين بعد ما نموت. كانت لو واحد فكر يسأل حد من أهله يا ماما ربنا خلقنا ليه، هنروح فين أو كده، كانت الإجابة بتبقى ما تفكرش في كده، أقول استغفر الله العظيم، دي أسئلة من الشيطان. على مدار ما الواحد كبر الأسئلة دي بدأت تكبر وبدأت تزيد، ولما تيجي تسأل حد من أهل الدين الزمان كان يقول استغفر الله العظيم، ما تسألش في الأسئلة دي، أنت كده بقيت ملحد. فلما انا مش لاقيه اجابه لسؤالي حاسه ان انا دايما عندي شك بالحاجه اللي انا مؤمنه بيها. وطبعا احنا ما تعودناش اللي هو ندور ونسال، كان ما يعني الواحد لو حاول يكبر الموضوع كان بيتقال له انت كده ملحد كافر، بس مجرد ان انت فكرت تسال في الحاجه دي. فاعتقد هو ده السبب الوحيد اللي خلانا كده. الملحد بيفكر لعقله، بيدي لعقله مجال عالي قوي عالي قوي، فمفروض العقل ليه منتهى، دي منتهى سبحانه وتعالى خالق له لمنتهى. فانت ما تقدس عقلك قوي ولا ترفعه قوي، تشغله في الحاجات اللي قدامك بس. احنا دلوقتي بقينا في مجتمع بيبقى المؤمن مؤمن ده عشان هو وراثيا طلع كده، يعني انا مسلمه عشان مامتي وبابايا مسلمين، مفيش الادراك الديني اكتر، يعني مفيش مامتي وبابايا بيقعدوا يقولوا لي ازاي ربنا خلقنا، خلقنا ليه، هدف اصلا في الخلق كان ايه، احنا مسلمين ليه، ايه اساسيات الدين اللي انا المفروض اتربى عليها عشان اطلع عارف اساس ربنا ايه، وانا ابقى مؤمنه بربنا عشان انا فاهمه ربنا يعني ايه، وربنا خلقنا ليه وهدفه ده ايه. دلوقتي احنا يعني خلاص بقى في انشغال اكتر بالاهل، مشغلين في الشغل وكل واحد بقى بيفكر ازاي يربي عياله وازاي يجيب دخل اعلى عشان الاسعار كلها بتغلى، فمحدش عنده دلوقتي الايمان بشكل كبير. ده دلوقتي اللي مخلينا احنا بعيد عن ربنا اكتر، بعيد عن التفكير، حتى لما بنيجي نفكر ما بقاش في الناس اللي انا متاكد وواثق من كلامهم، فانا اروح اسالهم فانا هبقى عندي اليقين في ان الكلام ده صح، ده ممكن يقربني من ربنا. الاسلام دلوقتي النبي عليه السلام قال سياتي زمان على امتي لا يبقى من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص، هي قصة الإيمان بالوراثة دي بعيدة شوية عن انتشار فكرة الإلحاد. أنا من وجهة نظري في الفترة الأخيرة أنا شايفها إن هي الإيمان بالعقل أكتر، أو التفكير الزيادة في الدين هو اللي عامل المشكلة دي، بحيث إن هو كثر التعمق في الدين والقراية الكتير عن عدم برضو تدين قوي هو ده اللي بيسبب المشكلة دي، واللي أنا شايفها منتشرة فعلا في مجتمعنا الحالي، مش في الوطن العربي بس، ده في العالم كله. أنا أعتقد أن الإيمان بالوراثة، لأن كل واحد اتولد في أسرة مسلمة أو مسيحية أو يهودية بيتبع على طول الديانة، ما بيحاولش أن هو يفكر إيه الصح إيه الغلط. لا، أنا اتولدت لقيت ماما في أسرة مسلمة، خلاص أوريدي بقت مسلمة، بتلبس الحجاب خلاص بقت بلبس الحجاب، قلع الطرحة خلاص أنا كمان زيها قلع الطرحة، تلبس زيها خلاص أنا هبتدي نفس الستايل هلبس زيها، لبسة قصير نفس الستايل قصير، أنا أسرة مسيحية خلاص هتبع العادات المسيحية، هأمن بالسيد المسيح و كل الحاجات التانية بقى اللي حضرتك عارفها، هصلي في الكنيسة كده، في أسرة مسلمة هبتدي أصلي في الجامع.